ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده معانا النهارده. لعبه باتل فيلد 2042، طبعا اللعبه دي نزلت من كام يوم الناس اللي عاملين بري اوردر، وانا طبعا ما حبيتش اعمل لها بري اوردر لان مش هينفع اطلب لعبه قبل ما اجربها، يعني خصوصا ان باتل فيلد بقى لها فتره مش مأديه كويس. فالحمد لله نزلوا الاوبن بيتا ديت لاي حد حتى لو مش شاري اللعبه، بس فهنجربها النهارده يعني ربنا يستر. لان انا سامع ان في، طب ده اللي دوت بتاعنا. اوكي هينفع غاره؟ ينفع. ماشي هنسيب ده عادي. السكندري طبعا يقدر مفضل زي ما هو. افراج جادجت امو اوكي ام 5 طبعا سبعة. انا هنجرب سبيشاليست، ممكن نغيره، ممكن ده او ده. طب ممكن نجرب ده. بس دوبلي ننزل يعني اختار من اولها ولا ايه؟ لا انا موت. انا مش عارف. يا نهار ابيض. انا مش عارف هو انا المفروض كنت اسوق الطياره اصلا؟ بتهزروا. طب انا ما اعرفش. اوعى كده نزلوني على طول نزلني طياره. يعني هو في ميزه دايما بحسها في باتل فيلد بصراحه، الالوان بتاع الالعاب بتاعهم بتبقى جميله جدا. يعني الحركه يعني هو برضه دي لسه بيتا طبعا مش هنحكم. يعني الحركه ممكن تحس ان هي آلية شويه ومفيش حد بيتزحلق كده على فكره خالص. يعني اوكي نشوف. ينفع اركب دي؟ ينفع اكيد يعني اكيد. انتر ايوه اشتغل. دوس بقى دوس دوس. طب اضرب عليا. لا انزل انزل يا بيبي انزل يا بيبي. صباح الفل. اوكي مفيش مشكلة لسه بس نخلع اللعبة. طب انا هنزل عليهم تاني بقى. مش هينفع الكلام ده على فكرة. بقى ان في مشكلة الانمي الصغيرين جدا عاملين زي النمل ومش واضحين وحاجة. يعني بص يا نهار ابيض. دلتا سيكتور از ناو فولي سيكيور. المرة الجاية سنايبر معلم. معاه سنايبر اهو. انزل الاخ ال اخ فين؟ في واحد جوه هنا. يعني هو الحركة بتاعت الكاركتر مش اسلس حاجة في الدنيا. يعني من ازاي كل اوف ديوتي يعني تحس ان انت في معركة بجد في الموضوع. في ايه؟ مش هتلاقي حد في حد يجي ورانا ويغفلنا مش عارف ليه. هو انا ليه كل ما اخش في دي اللون بيتغير كده ليه؟ في حد ورانا؟ مش
ولا في حد ورانا؟ منين بقى؟ مش شايف انا، منين مش شايف يعني. ثواني كده، اوف يا خرابي. انا مت يا جماعة. بليز اي نيد هيلب. ده بالطيارة. طب ننزل فين طيب؟ ننزل هنا في المعركة دي. المهم انا معاكوا يا عم. هقول لكم ان انا مش فاهم اي حاجة. هو زي في تيمين وبيضربوا بعض يعني، تيمين كبار. فين انتوا النود اللي في كول اوف ديوتي ده؟ اه زي كده. فين ده؟ مش فاهم، ما ينفعش حد يمين. خلاص بس معرفش مات ازاي بصراحة يعني. بيك اب بيك اب بيك اب. بس في سلاح، في سلاح حالي شكل كده. هو في ميزة جميلة اللي هو بص بيوريك مين اللي بيضرب عليك منين. بقى في دايرة بتضرب تحت كده، ايوه دي. لو في حد بيضرب بيجيب لك الاتجاه. اوه ده حد ينزل ورايا. اوف مش شايف منين ده. منين يا ربي؟ بص والله يا عم حرام، مش شايفه اصلا. دي مشكلة يا جماعة، اللعبة فيها خضرة كتيرة و للأسف ال الشخصية مش واضحة يعني، ان بتضرب مش واضح، تحس ان انت بتلعب. عارف انت كل الفيديو بتاع الموبايل نفس الكلام كده، مش نونو خالص، ما انتش شايفه اصلا. بص حاجة صغيرة قوي مش كده يعني، في ايه؟ ده مات ده؟ لا الموت ده رخم شوية، مش عارف ليه، مش حاسه كده منطقي. I'm reloading. خلاص 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 خلاص. لا حول الله. ما اعتقدش طبعا في حد هيجي ولا هيعبرني طبعا العاده. لا المود ده مش بلح، المود ده بلح قوي يعني، مش حاسه خالص، مش شايف مواد حد اصلا، لان مفيش حد واضح. وتحس ان هو عاوز سنايبرات اكتر. خدني معاك، خدني خدني. ايوه وقفت ليه؟
خش يا باشا خش. برضه مش عارف انا ايه الشاشة الخضرا دي ده. مش شايف من اي حاجة. بس ما قلت كم واحد مش مشكلة. طبعا تقول لها معلم مفيش حد هيجي لك يا زميلي موت. تاني يلا هو هذا السكول بس الكلب اللي مستخبي ده فين؟ مش هيطلع تاني متهيألي. يعني متهيألي دي أحسن ميزة في اللعبة يا جماعة والله. والله دي أحسن ميزة في اللعبة. Take this position. لو نازل نعمل كده ليه لا هقوم جاي ماسكها وقوم جاي رامي في اخ بيضرب هنا بالدبابه هنطلع فوق كده. ايه بالراحه بالراحه. مين ده؟ ممكن نروح هناك دلوقتي؟ Move out there to my marker. Troops control sector echo. في حد فوق ده مين اللي ناطي ده مين الليفل ده طب نطلع فوق ازاي
خلاص اللي بدنا نطلع كده. اوعى هزعل. If we don't stop them, they'll take every sector. ماشي اركب الصاروخ. لو بعد ده بعد السنين دي كلها هموت والله. عجبني. مفيش كرامل؟ في حد تاني معاك؟ فين يلا؟ مش شايفه. يا عم انا كنت جاي من هنا دلوقتي يعني. في ايه؟ هو انا بتجمد ولا ايه؟ لا 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 طب يا جماعه انا اديكم خدتوا فكره عن الموضوع. اللعبه مش عجباني او يمكن انا مش عارف العبها، بس هي مش عجباني يعني ولا حركه مش عارف مش حاسسها خالص يعني. انا مش عارف دي لعبه هتنزل بعد كام شهر مثلا، مش عارف ازاي دي هتنزل بعد شهر يعني. لا فانجارد ارحم بمراحل، لكن دي لا. باتل فيلد مش تنجح خالص السنه دي، مش في المنافسه اصلا. انا شايف كده. وفكره اصلا ان هم ما يعملوش ولا مالتي، ولا قصدي مش قصدي باتل رويال ولا كامبين اللي هو اعتمدوا على المالت، على نظام المالتي ده. بس دي حاجه فاشله جدا بصراحه. والحركه الكاركتر مش سلسه خالص زي كول اوف ديوتي او ما احنا متعودين يعني. يعني ده يمكن الموفمنت بتاع مثلا باتل فيلد مثلا 1 كانت احسن من كده حتى، الجزء اللي من كام سنه. لكن دي لا، دي لازم يحلوا فيها مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، ولازم يطوروا منها في كام تكة حلوة. ماشي، لكن لو اللعبة ماشي كمستوى اتحسن مثلا جرافيك وكده، وكان نظام الجيم بلاي في زي ما هو كده، اللعبة دي هتضيع للأسف يعني. بس ده رأيي الشخصي يعني. انتوا ممكن تنزلوها وتجربوها بنفسكم يعني. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. سوش لايك وسبسكرايب. Good job, guys. Assalamu alaikum.